No talks. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم متابعي غنوتوكس. وبما أننا في شهر رمضان الكريم، شهر الرحمة والغفران والقيام والقرآن، سنتعرف على برنامجين إسلاميين. الأول هو برنامج البشير للقرآن الكريم، والثاني هو برنامج منادي للتذكير بأوقات الصلاة. وسنتعرف على مميزات كل واحد منهما وطريقة تثبيته وإعداده. في البداية سنتعرف على برنامج البشير، طريقة تحميله وتثبيته واستخدامه، مع التطرق إلى أبرز مزايا النسخة الحديثة. مصحف البشير الإلكتروني هو مبني على مصحف عثمان الإلكتروني. تم إصدار النسخة الأحدث في أواخر هذا الشهر، شهر 4 من سنة 2021، والتي تحمل رقم 2.0. البرنامج يدعم نظام جنولينكس وويندوز. يمكن تحميل ملف التثبيت للويندوز بمعماريتي 32 و64. أما بالنسبة لنظام جنو لينكس، فالبرنامج يتوفر عبر مستودعات فلات باك. يمكن تثبيته عبر الطرفية أو من خلال متجر البرامج. يكفي كتابة اسم البرنامج وتثبيته بنقرة زر واحدة. مثلا أنا أستخدم توزيعات MX Linux، ومن خلال MX Package Installer يمكنني تثبيت البرنامج بكل سهولة. أفتح Package Installer خاص بام اكس، ثم الذهاب الى خانة فلات باكس، انتظر حتى يتم تحميل بيانات المستودعات الخاصة بفلات باك. ثم اذهب الى خانة البحث، ثم اكتب البشير، تأتي النتيجة بهذه طريقة. ثم أقوم باختيار البرنامج، ثم نقر على انستال اوكي، وانتظر حتى يتم تثبيت البرنامج. سيأخذ الأمر بعض الوقت. أنا سأقوم باجتياز هذا الأمر بتسريع المقطع. ها قد تم انتهاء تثبيت البرنامج. سأذهب إلى قائمة البرامج، ثم أكتب اسم البرنامج البشير لتشغيله، ثم نستكشفه سويا. البرنامج يتيح العديد من الخصائص للقراءة والاستماع بشكل ممتاز جدا. لتحميل التلاوات يكفي أن نقر على العلامة أعلاه، ثم اختيار بين مختلف المقرئين والمذاهب التي يتلون بها التلاوات. مثلا اخترت الحوصري برواية ورش، ثم نقر بزر الفأرة الأيمن، ثم الضغط على داونلود لبدء تحميل الأجزاء كما تشاء. الأجزاء تبدأ مثلا 1 3 4 6 7 9 وهكذا حتى الجزء 30 لاكتمال الأحزاب 60. التثبيت التلقائي من خلال البرنامج يتيح لك بعد التحميل استخدام التلاوة مباشرة. كما يمكن الضغط على علامة زائد فوق، ثم نقر على الرابط في الأعلى، وتحميل التلاوات يدويا، ثم اختيار شوز فايلز واختيار التلاوات التي قمت بتثبيتها، ليقوم البرنامج بأخذ تلك البيانات واستخراج ملفات MP3 واستخدامها في البرنامج. بعدها يمكن إزالة تلك الملفات من التي يعتمد فيها على برنامج آيات. كما يمكن أيضا تحميل التفاسير والتراجم واستخدامها أيضا. سنصل إلى ذلك بعد حين. بعد انتهاء تحميل الأجزاء الثلاثة الأولى من المصحف الكريم، يمكن تحميل الأجزاء الأخرى المتبقية بهذه الطريقة. كما تشاهدون سيبدأ تحميل الأجزاء من 4 إلى 6.
الآن يمكن اختيار مثلا سورة الفاتحة، ثم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. بالنسبة للترجمة يكفي اختيار الآية التي تريد، ثم النقر بزر الفأر الأيمن، ثم الذهاب إلى خيار التراجم ونختار داونلود ليتم تثبيتها بشكل تلقائي ومباشر من داخل البرنامج. ونفس الطريقة يمكن الذهاب إلى الموقع لتحميلها بشكل يدوي واستخدامها إن كنت لا تتوفر أو كان لديك حاسوب آخر لا يتوفر على الإنترنت. وهذه التراجم تكون بهذه الطريقة، يمكن اختيار مثلا تفاسير القرطبي أو المعاني العربية أو الميسر أو شيء أو أي تفاسير تريد. كما يتوفر البرنامج على تراجم خاصة بعديد اللغات، الإيطالية، الفرنسية، الإسبانية وغيرها. يتيح البرنامج حفظ آخر صورة أو آخر آية توقفت عندها، فقط عليك أن النقر أو الضغط على أزرار Ctrl S للحفظ. وكما تشاهدون هذه اختصارات المفاتيح للعمل بكل سهولة، مثلا Ctrl Z لعمل زوم إن لتقريب الصور وتكبير الآيات، و Ctrl X لتصغيرها، ومجموعة من الاختصارات المفاتيح التي تسهل عملية العمل عبر البرنامج، والأوتو سكرولين أيضا للتمرير المباشر للصفحات أو للآيات. كما البرنامج يدعم الدارك مود للقراءة الليلية، وهذه مجموعة مميزة من الخصائص الجميلة جدا. البرنامج هو من برمجة الأخ يوسف سوراني. يمكن الاطلاع على البرنامج من خلال المستودعات الخاصة على جيت هاب. الآن سنتعرف على البرنامج الثاني، هو منادي. منادي هو برنامج صلاة متوفر أيضا مشروع على جيت هاب، ويمكن الدخول على موقع منادي دوت أورج لتثبيت البرنامج عبر سناب وفلات باك. مرة أخرى سأفتح MX Package Installer، ثم الذهاب إلى خانة Flatpak، من خانة البحث أكتب اسم البرنامج منادي، ثم أقوم بتأشيره، ثم أنستال أوكي وأنتظر حتى ينتهي من تحميل وتثبيت البرنامج. البرنامج يتوفر فقط على نظام جنو لينكس. بعد انتهاء تحميل وتثبيت البرنامج نذهب إلى قائمة البرامج، ثم نكتب منادي وسيفتح البرنامج معنا بهذه الطريقة. أول نافذة تأتينا هي اختيار المدينة، اختار المدينة التي أقطن بها، انتظر خيارات البحث أو نتائج البحث، وهذه هي المدينة. ثم يستعرض لك أبرز المزايا. البرنامج يأتي بنسخة حديثة 21.04 مع العديد من التحسينات والعديد من المزايا التي أتت بها هذه النسخة. البرنامج بسيط جدا وعملي جدا أيضا. نذهب إلى خانة Settings التي تتيح لك مجموعة من الخيارات مثل إظهار نافذة عند الأذان، ثم
مثل التشغيل التلقائي للبرنامج، يمكن اختيار أو تشغيل الأذان من خلال النقر على هذا الزر. وممكن تحميل أصوات أذان أخرى أو إزالتها كما من خانة الأوردر أو أخرى. يمكن اختيار المذهب أو الخوارزمية التي سيعتمدها البرنامج في تحديد أوقات الصلاة، كما يمكن تحديد مستوى الصوت كل وقت صلاة على حدة، مثلا الظهر 50%، نجعل كل الصلوات 50% مثلا، وكما تشاء. يمكن التحكم في أيضا في الوقت بالتأخير أو تقديم الوقت الذي سيخبرك به في وقت الصلاة. كانت هذه أبرز مزايا البرنامج، فهي بسيطة جدا وعملية في نفس الوقت. أتمنى أن تكون هذه الحلقة قد أفادتكم. شكرا لكم وإلى اللقاء.